إصلاح جيولوجيا لاصقر عندها في هذه السنة فقط 76 مشروع للخرائط الجيولوجية. عندما يكون عندنا مستثمر نعطوا له كل بيانات، كل بيانات اللازمة بالدقة في كل منطقة، وش يحتوي، وش تحتوي المنطقة، وش هي وش هو المواد والمخزون المواد، لكي المستثمر يكون عنده فكرة باش عندما يجي يدير استثمار في المجال المنجمي لازم يعرف المخزون، لأنه لازم يحدد الزمن ويعرف يعني التركيز تاع هذا المخزون. المشروع اللي راح ننطلقوا فيه في كذلك في هذه السنة هو لأول مرة هو العملية الجيوفيزيك ايروبورتي، يعني تحيين هذه الخرائط بالطريقة الجوية، يعني مع التنسيق والتعاون التام مع الجيش الوطني الشعبي